ينضم إلينا من الرياضة الكاتب الصحفي أحمد غاوي. مساء الخير أستاذ أحمد، وأهلا بك معنا في عين الخامسة. بداية أستاذ أحمد، يعني المملكة تقترب من فتح بالتأكيد تقترب من فتح أبواب السياحة إلى للسياح إلى المملكة. سؤالي هنا، كيف رأيت عمل الوزارة وأيضا التسويق للمملكة؟ مساء الخير على الجميع. شكرا. بداية المملكة كما ذكر في التقرير تهدف مع أنها رؤية 2030 إلى أكثر من 100 مليون سائح وزائر. هذا ليس عدد كبير على المدى البعيد بإذن الله، وشهدنا تجربة ناجحة مع بداية فتح التأشيرات السياحية في 2019 وتحديدا في شهر سبتمبر 2019 في فترة 4 شهور أو 5 شهور بالتحديد من نهاية 2019 ومطلع 2020. زار المملكة قرابة 400,000 سائح بالتأشيرة السياحية الإلكترونية التي كانت تقدم بشكل ميسر عبر المنافذ وعبر الموقع الإلكتروني الرسمي. فهذه بداية كانت جدا مبشرة، وتتفاعل بتطور الأرقام في إن شاء الله مع بداية زوال تأثير الجائحة في هذا العام أو مع نهاية العام بإذن الله ومطلع العام القادم بمشيئة الله. نعم. طب أستاذ أحمد، أنت ذكرت نقطة مهمة، يعني هذه التجربة كانت ناجحة في عام 2019 وهو استقبال المملكة 400,000 سائح. كيف رأيت هذا الرقم في 2019؟ هذا الرقم جيد، وهو تواكب مع إعادة هيكلة قطاع السياحة في المملكة بشكل يحقق أهداف الرؤية التي تركز على تنويع موارد الدخل وعلى الاهتمام بقطاع السياحة كأساسي وعامل أساسي في تنويع موارد الدخل وأيضا في رفع الناتج المحلي. لا شك إنشاء وزارة السياحة ثم إنشاء الهيئة السعودية للسياحة التي تركز على التسويق للسياحة داخليا للمستهدف من الزوار داخليا، وتركز على تسويق المملكة خارجيا من خلال المشاركة في معارض، في مؤتمرات، في برامج، في الظهور بوسائل الإعلام، في تسويق السياحة السعودية، هي بداية تعتبر ناجحة إلى حد ما. نحتاج إلى اكتساب تجارب أكبر وأوسع في هذا المجال. أيضا الآن القطاع الخاص أصبح شريك حتى في التسويق وفي تنظيم الرحلات السياحية. لدينا ما يقارب 90 شركة تسوق المملكة سياحيا في الداخل وتسوقها على الجهات المستهدفة بالتأشيرة السياحية الإلكترونية، وعددها تقريبا جنسيات 50 دولة. نعم. طب أستاذ أحمد، يعني نتحدث عن مكامن القوة، ما هي مكامن القوة للسياحة في المملكة بصراحة؟ طبعا البنية السياحية الأساسية جيدة إلى حد ما. عندما نتحدث عن وسائل النقل، نتحدث عن الطرق، نتحدث عن قطاع الإيواء، السكن والفنادق، هذه من الأساسيات في السياحة. الطبيعة والموارد الطبيعية التي حباها الله بها المملكة متوفرة ومتنوعة. نتحدث عن سواحل، نتحدث عن مناطق جبلية، نتحدث عن وجود جزر، نتحدث عن تراث غني جدا. المملكة لديها 4 مواقع مسجلة في التراث، 5 مواقع مسجلة في التراث العالمي، تراث اليونسكو العالمي. المملكة موجودة على الخريطة السياحية، فضلا عن المكانة الدينية المعروفة للمملكة التي يطمح بزيارتها الجميع من جميع أصقاع العالم، فضلا عن القدرة التقنية والتحول الرقمي الذي يخدم تطوير القطاع السياحي وتسهيل حركة الوصول إلى المملكة والتنقل داخل المملكة، ويقدم مساندة للعديد من الخدمات السياحية. نعم. سوف أعود إلى المعالم السياحية، ولكن نشاهد وياكم مشاهدين المملكة تقترب من فتح الأبواب للسياح. أعود إلى ضيفي من الرياضة الكاتب الصحفي أحمد غاوي. أهلا بك من جديد أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، كنت تتحدث أنت عن المعالم السياحية، يعني أهم المعالم السياحية في السعودية، كيف من الممكن
الترويج لها خارجيا؟ لا شك المملكة بلد ليست جديدة على قطاع السياحة، سبق تجارب قديمة لبرنامج للخطوط السعودية اكتشف المملكة واكتشف السعودية، كان يوجد سواح من اليابان، من ماليزيا، من سنغافورة، من دول الأسيوية، بعضهم كان مرتبطا ببرنامج العمرة وبعضهم لا، برامج سياحية فقط. فالمملكة لديها حضور على المستوى العالم الإسلامي والمستوى الدولي بشكل عام، فالمعالم موجودة والإمكانيات موجودة. قد نحتاج، هو الأشياء الأكثر الذي نحتاجه تطوير القطاع السياحي المتكامل، أتكلم عن منتجعات سياحية متكاملة على المستوى السواحل، على مستوى المدن الكبيرة، بحيث توفر منتجعات سياحية تقدم خدمات متكاملة. هذا القطاع يحتاج إلى تطوير وتنمية، موجودة الآن بعض المشاريع من خلال دعم صندوق التنمية السياحية المرتبط بوزارة السياحة، سنرى في السنوات القليلة القادمة المشاريع، غير فضلا عن وجود المشاريع الكبرى التي تتبناها الدولة من خلال صندوق الاستثمارات العامة، نتحدث عن نيوم وعن ساحل، عن مشروع البحر الأحمر وعن الجدية وعن تطوير الدرعية وعن تطوير العلا وعن السودة في عسير. هناك كثير من البرامج التطويرية سوف نشهد إن شاء الله في أقل من 5 أعوام نقلة للسياحة السعودية. نعم، هذه البرامج التطويرية وتحدثت عنها أنت قبل قليل، وخدمات لابد أن تكون متكاملة. هل من المفترض أن يكون القطاع الخاص متواجد وبكل قوته؟ بلا شك التعويل بالدرجة الأولى على القطاع الخاص، سواء من العاملين حاليا القطاعات العاملة في قطاع السياحة أو حتى الاستثمار الأجنبي، سيكون لها دور تقديم القروض من خلال صندوق التنمية السياحية، تقديم التسهيلات، بلا شك سيكون لها تأثير جيد. قطاع السياحة أيضا لا شك يحتاج خدمات قريبة لما قدمت لقطاع الزراعة والصناعة في المملكة من دعم في خدمات مساندة، نتحدث عن الكهرباء، نتحدث عن المياه، نتحدث عن ميزات متوفرة في قطاع السياحة عبر توفير فرص العمل. قطاع السياحة هو من أكثر القطاعات الموفرة لفرص العمل، فدعمه من خلال الدولة سيكون له تأثير إيجابي كبير على اقتصاد الدولة وعلى تنويع الموارد وعلى توفير فرص العمل في السعوديين والسعوديات. طيب ما هي التحديات التي ستواجه ربما السياحة في المملكة مستقبلا؟ أعتقد التحديات قد تكون بسيطة، متى ما وجدت العزيمة ووجدت الخطط، والآن هناك عمل كبير على تسهيل العمل في هذا القطاع وتوفير الأمور المادية والقروض الكبيرة، أتوقع أن المعوقات سوف تصبح بسيطة وإجرائية، سوف تنتهي بالتنسيق الموجود أصلا من خلال وزارة السياحة، من خلال الاستثمار وزارة الاستثمار، من خلال قطاع الشؤون البلدية والأمانات، من خلال وزارة النقل وخدمات المساندة في النقل. سنتوقع من خلال تواصل وترابط هذه القطاعات سواء من خلال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أو من جميع الخطوات التي تتم بالتنسيق والعمل على العمل على تسهيل جميع المعوقات التي قد تطرأ في العمل في أي جوانب مرتبطة بالسياحة. الكاتب الصحفي أحمد غاوي من الرياض، شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد على هذا التوضيح وعلى هذا التفصيل.